أول شيء السلام عليكم أخواتي، رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم يا أخوان عن لعبة الأخول البوبجي. طبعا هاي اللعبة أخواتي خطط على لعبة البوبجي يعني بشكل رهيب، لأنه يا أخوان فيه ميزات أحلى من البوبجي مليون و900 مرة. ليش؟ هلا بتشوفوا طريقة اللعبة كيف؟ شوفوا الفيديو للآخر أنتوا أخواتي وأعطوني رأيكم بهاللعبة. هاي اللعبة أنا برأيي يعني برأيي الشخصي، طبعا كل واحد له رأي، هاي اللعبة أفضل من البوبجي مليون مرة ك يعني لوكيشن كلعبة ك يعني الجرافيك تبعه ك يعني النار والسلاح وطريقة اللعب أحلى بكتير، خرافية خرافية بشكل غريب يعني. أو في واحد منك أنا لازم أهرب. فأخواتي بتمنى منكم أول شيء تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتتابعوا الفيديو للآخر لحتى تشوفوا اللعبة مظبوط. طبعا هاي سلاح أنا ما بقدر أحكي تمام، ما بقدر أقدم للفيديو لأنه في شخص قتلني، شايفين؟ فأخواتي هلا رح يقتلني. شوف شو حصير. تمام أنا بلعب مع 4 أشخاص، في عندي اصدقاء 4 معاي. هلا انا هيك مثل تمام، ما هو مثل البوب جي بستنى خلص بطلع من اللعبه او بستنى رفقاتي ليموتوا ونرجع نعيد. لا ليكو 5 ثواني باقي، 4 3 2 1. شوفوا شو حيصير. اكشن. رجعت عشت. اوكي هيدا الميزه الحلو فيها في هاي اللعبه. هاي اللعبه اسمها يا اخوان كال اوف ديوتي اوبس بلاك، هيك شيء هيك اسمها على البلاي ستيشن. انا مره شفتها على اليوتيوب انه في منها على الموبايل بس ما لعبتها ولا جربتها. انتم اذا حابين تلعبوها شوفوها، يمكن في منها. بحبسوا عن الموضوع انتم وشوفوا. فهي اللعبه اغلبها فيها اجانب، وانا شفت نيمار عم يلعبها كمان وانا حاولت اتواصل العب معاه ما قدرت. يعني نيمار عم يلعب هاي اللعبه لان اللعبه كثير 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 خرافيه، يعني شيء خيالي. لحد هلا بين العرب ما انتشر بس بين الاجانب معروفه يعني خيالي. يعني هلا ما حدا من الاجانب بيلعب البوبجي. ليش؟ لانه هي اللعبه مسيطره عليهم صراحه، لانه ما عن حق يعني الواحد يحكي الصراحه اللي عليه واللي ضده. انا بصراحه من بعد ما لعبت هاللعبه ما عاد لعبت البوبجي ابدا. بتمنى منكم يا اخوان لا تنسوا تشتركوا في القناه، واهم شيء انه تفعلوا زر الجرس لانه ما عاد يوصل اشعارات للناس. اغلب الاوقات يعني بنشر فيديو بلاقي يعني ما هو جايب لي نسبه مشاهده منيحه لانه الاشعارات ما عاد يوصلكم. اتأكدوا من زر الإشعار، تفعلوه ضروري 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 فضلاً وليس أمراً أخوات. فشاهدوا الفيديو للآخر إن شاء الله تستمتعوا معنا، ورح نحاول إنه نساوي حماس باللعب أكثر. هلا في معي أصدقاء أنا طبعاً، بس في واحد هون، في واحد هون. ايه يا شباب انا عم بضرب واحد يجيني الثاني. هاي اللعبة هاي ياي على اخر ثانية لحقنا. يا الله يا شباب يا الله. هلا هاي مرة ثانية بموت وبرجع بعيش تمام. لك رفاتي يا زلمة كل واحد اللهم نفسي جيش نزلوا. ليكو في شغلة تانية كمان حلوة انه شوف هلا لما بنزل. اوكي طلع هلا هلا انا بنزل تمام، نزلت في معي فرد ما بنزل بدون سلاح. انا كل مرة بلعب مع الاجانب بعمل حالي اجنبي مثلهم، وول جو فروم وبعمل حالي اجنبي يعني. وول فروم هو بقول لي بحكي معي كلمتين انا بقول له ابي انا عربي عربي دوب عم بفهم. ليكو 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 بوف انزل انزل بلوك انزل بلوك. كيف شافني؟ هذا
يا حقير عم تشيل رفيقك مو؟ تايك يا وطي. والله لخردكم هسه. والله ما وطي، بدي شنطة بس شنطة، شنطة وين شنطتك؟ يا أهبل وين شنطة؟ والله مو قادر أشيل شيء. يو الله لا يعطينا العافية. بالفرد قتلني. شيت قتلني بالفرد. كنت عم بقول اخواتي انه هاي اللعبه فيها اكثر من مرحله، انه فيك مثلا تلعب طريقه البوب جي، وشوي كنا عم نلعب طريقه هلا عم نلعب طريقه اللي 5 على 5 مثل لعبه الكونتر يا اخوان. ليك هون عم نلعب على 5 على 5 وفريق الاحمر خصمي فريق الازرق يعني اوكي. ليكو النتيجة كم؟ أنا هلا لسه دخلت النتيجة 16-15 تعادل 17-17 تعادل 18-19 أوه ماي جاد خلينا قوي هلا خلينا حلو عم بيقتل كثير. هي لعبة الكل تركعوا خلينا ضد بعض تمام. هي واحد أوبا صابني فإخواتي إنه مثلا مليت من لعبة البوب جي يعني مو بوب جي هي قصدي مليت من هي تبعت الطيارة بتنزل وبتدور وهي بصير تلعب هاي الطريقة انه تلعب مثل الكونتر فريقين ضد بعض. هاي كنت عم بيدمر على دغري كبسة واحدة هيك كنت عم بيدمر شوت اوكي. وفي لعبة ثانية نفسها كمان يعني فيها مرحلة الزومبي يعني فيك تلعب مع الزومبي فيك تلعب مع الزومبي تقتل زومبي تقتل زومبي او ماي جاد طيارة قتلتني فيك تلعب مع زومبي مراحل يعني مثلا بتصير انت تشيل ستاف وبتهاجم زومبي وبتقتل هلا رح نلعب مثل الكونتر النتيجة شو قد النتيجة؟ 55 وحدنا هن 28 هيك الطيارة الفوية عم تقصفنا. ايه انا هذا اللي بزعجني انه بيستلموا الطيران وبده يفوزوا علينا بالطيران اكيد يعني باينة اللعبة يا اخوان باينة. مين رح يقتل الطيران؟ اوه نزلتها والله نزلتها كبست طلعتين ثاني نزلتها. ليك عم يقصفونا قصف في طيارة حربية ثاني شايفينها؟ شايفين؟ صارت النتيجة الطيران ما عم يعطينا نفس يا اخوان يعني بصراحة هاي مو لعبة مو عدل هاي اللعبة مو عدل ابد ليك رح تفوزوا عنا علينا بالطيران. ما استلمونا ليك قصف شبهونا والله مدعب والله مدعب يا اخي والله هذا هيك نو ليك بصراحة نتيجة انا ما بحب هيك بصراحة يعني انه اجي انا انفصل في الطيران ما مو عدل. ليكو جد والله اوبا اللي حابب يلعبها بتركون اسمها Call of Duty Ops Black. بتمنى منكم انه تشتركوا في القناة اهم شيء تفعل زر الجرس وتتابعوني على انستغرام الرابط بالبايو بصندوق الوصف الكل يضغط عليه ويتابعني عليها. اخواتي حسابي رح اعمله الجيم يعني للالعاب بالبايو الكل يدخل عليه ويشترك فيه لانه ذاك القناة رح اعمله بس للالعاب اللي حابب يشوف فيديوهات العاب كذا متى ما تكون رابط بصندوق الوصف ادخلوا عليها واشتركوا فيها بس اشوف صار فيه تفاعل راح انزل العاب هنيك هلا راح انزله بقناتي طبعا. على كل اخواتي خلص الفيديو تحياتي لكم السلام عليكم.